السلام عليكم حبيبتي، اليوم راح ندير لكم لي باتيسري. نبداو مع المقادير. عندنا 6 بيضات، كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب، فاني، ملح، فرينة، زوج خميرة، وزوج ملاعق كبار كاكاو. نبداو في طريقة التحضير. رايحين نفصلو، نبداو بالبيض، نفصلو الصفار على البياض. البياض نديروه هنا. لازم لكم الخلاط الكهربائي او البيترا، والصفار نديرو هنا. البياض نديرو له كاس سكر، ها معنا. والصفار دوك نوريكم كيفاه نديرو. البنات كيما قلت لكم، البياض هنا نديرو له رشة الملح هكذا، ما نكثروش بزاف، تعدل الذوق. وهنايا مع الصفار نديرو كاس الحليب، نزيدو كاس زيت. الكيكة هذه بسيطة جدا، أي مبتدئة تقدر تحضرها. ونزيدو لها الفاني، وهنا نروحو نديرو شوية سكر للبياض ونخلوه يتخلط في البيترا، من بعد نوري ليكم. والصفار دوك نخلطو قدامكم. شوفوا معايا هنايا، نخلطوا مليح غير بالفوري، نخلطوا مليح البيض، صفار البيض، الحليب والزيت والفاني، غير بالفوري نخلطوا مليح. من بعد نضيفوا زوج كيسان فرينة، وزوج خميرة، وزوج مغارف كبار معمرين كاكاو. ندخلوهم مع بعضهم ونخلطوهم من هذه المقادير. راني نخلطوهمك مع بعض. شوفوا حبيباتي كيف نديرو، نخلطوهم باش الكاكاو ما يتكربسش ولا ما يتكربعش ولا كيما حبيتو سموه. هكذا نضيف بشويه الخليط ونخلط. دوك نخلطو الكل، من بعد نكمل معاكم. ما تخلعوش منها البنات، ما تخوفكمش. دوك كي نخلط لها بياض البيض، شوفوا بياض البيض كيف راه، ها نسلكم صبعي كي ها ما يطيح ها والو. دوك نخلط شويه بياض البيض لها ونخففها، من بعد نعاود نرجع كلش لها ونولي ليكم. كيف يجيكم هاكم، تشوفوا القوام تاعو هذا اكل. دوك نضيفو لهم كما راكم تشوفوا غير بشوي. هاكا من بعد نخلطو من التحت للفوق، تخافوش بالعقل برك باش متكسروش البياض، تجيكم الكيكة خفيفة. شوفوا هنايا الخليط كيف راه ولالي. الخليط تاعي ماهوش قهوي بزاف، مش بني يعني، مش قاصح. لقيتو الكاكاو خير من هذا استعملو خير من هذا. وانا راح نقسم الخليط على 3، نطيب ونحين، نطيب ونحين، نطيب ونحين. هاي السنوة اللي راح نطيب فيها 30 على 25، كي نطيب ومن بعد نعاودو نشوف. هاوليكم نسويه مليح في السنيوة، ونلوحو في الفرن 180 درجة غير ينشف، غير ينشف ونحيه. بعد ما طيبت الكيكات راني رجعت ليكم. ها نطيبهم كيف يكون. هاي الكيكة خفيفة، هاي الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. هاكم كيف راكم تشوفوا فيها خفيفة 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 بالبزاف. هذه الشربات اللي راح نسقي فيها كما وريتها لكم قبيل، كاس سكر بزوج كيسان ماء، طرونشة تاع قرص، نديرهم يغليو 10 دقائق. وهنا عندنا بودرة شانتي، كاس ماء، زوج ملاعق كاكاو كبار،
وهنا غناج، زوج شوكولا، وحده دانيت. نبداو نديرو في الشانتي، نديرو كاس تاع الماء، نديرو لها بودرة الشانتي ونروح نخلطهم ومن بعد نرجع لكم. وهنا راني هزيت باش نشرب الكيكه مليح، شربوها مليح، مخافوش منها، كي تشرب قد ما تشرب قد ما تكون خفيفه. هاي بعد ما شربتها مليح وزدت لها الكريم شانتي، دوك نفس الطريقه للثانيه والثالثه. هنا الطبقه الثالثه والاخيره، دوك نزيد نشربها مليح وزيد ندير لها كريم شانتي من الفوق، ومن بعد نديرها في الثلاجه، ومن بعد نعاود نولي لكم. وشوفوا هنايا الطبقات كيف راهم يبانوا، ثلاث طبقات ما بينهم كريم شانتي. هاي من بعد كي نديرها في الكونجيلاتور لمدة 10 دقائق نوليو للديكوراسيون. هاني رجعت لكم بعد ما ذوبت الشيكولا مع وحدة دانيت، نفرخهم مليح على الجينواز هذيك، مليح السطح. هذه الكيكة تصلح للمناسبات، تصلح لي تارت، تصلح جيمس كوتشو سامبل القهوة. نسويه مليح باش يجي أملس، سطح أملس. هكذا نسوي مليح السطح هذا، أيوة. نلوحها في الثلاجة حتى تبرد مليح، ومن بعد نوليو كيفاش نقطعوها ونديكوريوها. قطعت كل الجوانب، راني نقطع فيها دوكا مستطيلات متساوية. شوفوا معايا كيف كيف نقطعها مع بعض غير بالعقل، هكذا باش ما تفزتوش الوجه تاع الباتيسري. نقلبوها هكذا، دوكا نزيد نقطعها هكذا، حاولي تكون متساوية غير بالعقل هكذا. ذوق ديكور كيما تحبي، ديكوري كيما تحبي، حبيتي بالفاكهة، حبيتي بشانتي، وردات هكا تاع شانتي كيما حبيتي. ذوق ديكوري ونولي. شوفوا التزيين تاعي كيفاه جا بسيط وجميل، اي واحد يقدر يزين هكذا. وانتوما كيما حبيتو، حبيتو بالفواكه، حبيتو بشيكولا وحدها، حبيتو كيما نايا، عادي يستهل فمكم، جربوه ما تندموش. واشتركوا معايا في القناة، وما تنسونيش جامل بنات. إلى اللقاء في فيديو جديد.